ودلوقتي جه ميعادنا مع المهمة الخامسة، ودي اسمها تماثيل اسكندرية. مطلوب من كل واحد فيكم يثبت مكانه ورجله ما تتحركش من مكانها سنتي واحد، وإلا هيخسر، واللي هيكمل أكتر من التانيين هو اللي هيفوز. والجايزة المرة دي قيمتها 2,000,000 جنيه. اه صحيح، التليفونات الجديدة اللي وصلتكم بعد ما هقفل هتبوظ اوتوماتيك. باي باي، واثبت يا حلو منك ليها. اخص عليك، وانا اللي قلت انك قدرتني يا عمو اللعبة. احنا قاعدين ده باص بجد. ما تيلا يا استاذة خلصينا، هتعطلينا تاني ولا ايه؟ احنا كده خلصنا وبقت رجلك زي الفل. لا 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 لا، خلصنا ايه؟ لسه بدري. هو اي كروتة والسلام؟ هو مش حضرتك كانت رجلك منملة ومستعجلة وعايزة تمشي؟ انا قلت كده؟ انا قلت مأملة. وبعدين مستعجلة على ايه؟ دي العجلة من الشيطان، واللون الاحمر ده كمان من الشيطان. غيري لو سمحتي، مش عاجبني. بس حضرتك مختارة اللون الاحمر. ما حسيتوش وما حبيتوش.